السلام عليكم من اسيسكن اسلام ادار دن فشت محرم ومحرم ان فيل سيغناد موناد دي هافن دن فشت موناد ان ايرن اسلاميسكا كالندن اوك اندر هم موناد برات ما يو ويليت غودا ميكي غودا هانلينغار بلان انات ات مان فاستال بروفيتن صلى الله عليه وسلم ها نمت ان اوتنتيسك حديث يساي مسلم ات دن بيستا فاستان افتر رمضان ار فاستان اي اللهس موناد محرم اوك اندر محرم سو ديكر عاشورا داغن اوب ودرن تيون دي محرم Och den som fastar då, så har profeten Sallallahu Alaihi Wasallam nämnt att han blir förlåten ett års synder. Och om du har tänkt att fasta, så är det sunna att du fastar den nionde och den tionde av Muharram. Låt oss göra vårt bästa och bli förlåtna synder. Amin. Wassalamu alaikum.